فريق الكوكب المراكشي القصر ديالو اليوم اللي سبق لي وحملت القميص ديالو في 2005 فريق الكوكب المراكشي القصر ديالو اليوم اللي سبق لي وحملت القميص ديالو في 2005 2006 فكان كل احترام لهذا النادي الكبير العريق هذا. بالنسبه للمقابله ديالكم المقابله ديال اليوم راكم شفتوا الاطوار ديالها كيفاش دازت، يعني تحكمنا في جوج الاطوار المقابله سيرتو في الشوط الاول، يعني حاولنا نديروا البلوك ميديوم ونلعبوا حتى الامكانيات المتاحه اللي عندنا، حتى لا بليبار ديال اللعابه اللي عندنا فاقم تيتزاوج العمر ديالهم قل من 23 سنه، ما درناش اي بريباراسيون مزيانه، يعني حتى الضائقه الماليه اللي تعيشها فريق القاسمي، حتى الملعب اللي ما عندناش تنحاول نطرق ليه من خلال المرمر ديالكم. حاولنا نلعبوا على الامكانيات المتاحه امام فريق اللي كبير، حاولنا نديروا البلوك ميديوم وما نحاولوش نزيدوا لان عارفين الكوكب عندها فريق لعابه متمرسين، حاولنا نديروا البلوك ونحاول نهزوا لو ريتم باش نطيحهم في لي بياج، وداك الشيء اللي وقع لي اللي تاثر لينا. تحكمنا في جريه المقابله، جانا الهدف الاول، الهدف الثاني، ما ربما العامل ديال التجربه اللاعبين الصغار السن ديالهم ما كيتعاملوش مع لي زوكازيون اللي جينا، كنا ننهيو الشوط الاول على الاقل بواحد الهدف ولا هدفين ونلعبوا الشوط الثاني باريحيه. كيف ما قلت لك ما تعاملناش مع لي زوكازيون اللي جاونا، يعني في الشوط الثاني بقينا على نفس النهج، يعني محتاطين من الخصم، محتارمين الخصم، كنحاولوا نديروا مرتدات، يعني حتى ما نتكلم عاوتاني حتى الشق ديال التحكيم راه ما عاوناش اليوم، نخلي الناس ديال اهل الاختصاص هما اللي يدخلوا فيه، لان كانوا بزاف ديال القرارات مؤثره ما كتخدمناش، خليوا اهل الاختصاص يهضروا على التحكيم. على العموم انا ساتيسفي راضي على اللعابه ديالنا، قدموا مقابله كبيره امام جمهور كبير كيف ما قلت لك تفتقدوا التجربه. جانا الهدف اخر انفاس المقابله، وهذا هو عامل التجربه، عرفوا كيفاش يستغلوا النادي الكوكب المراكشي. ما علينا نزيدو نجتهدوا وتنحيي اللاعبين ديالنا على المقابله الكبيره اللي داروا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.